بسم الله الرحمن الرحيم. غدانا لهذا اليوم سمك مشوي بالفرن، سمك الكاريبي العراق الطيب مع تمن الاحمر تمن طماطم وهالقاقة الحكاكة العراقية الأصيلة والخبز، خبز التنور، وايضا هالخاثره الدسمه الزينه مال هوايش والزلاطه مع العنبه، وايضا هنا طفل بقوري مستعد للهجوم، وايضا جعفوري. شلونك جعفور؟ مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير والرحمه والعافيه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوكم تفضلوا ويانا على الغداء. يلا لا تستحون، يلا بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.